الله تعالى وبركاته. أحييكم وأرحب بكم إلى حلقة جديدة من برنامج ملفات مغاربية. هذه هي الحلقة السادسة من سلسلة حلقات عن تاريخ الجزائر، نخصصها لعرض قصة حياة الأمير عبد القادر الجزائري في ظل استعراض تاريخي للمقاومة الجزائرية ضد المحتل الفرنسي. في الحلقات السابقة تعرضنا إلى محطات مختلفة من تاريخ الجزائر قبيل مرحلة الزعيم الكبير الأمير عبد القادر الجزائري، كما تطرقنا أيضا إلى سيرة وحياة الزعيم والقائد الكبير مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير ناصر الدين إذن نصر الدين وأمير المؤمنين عبد القادر بن محي الدين بن مصطفى الجزائري. وسوف نحاول التعرف أكثر في حلقة اليوم على نظام الحكم في التقسيم الإداري لدولة الأمير عبد القادر الجزائري وتعدد عواصم دولة الأمير والامتداد الجغرافي لإدارة دولة الأمير عبد القادر. ضيوفي في حلقة اليوم لهذه الندوات التاريخية هما عبر الهاتف من الجزائر الأستاذ الدكتور محمد الأمين بلغيث، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية ورئيس قسم اللغة والحضارة الإسلامية بكلية العلوم الإسلامية في جامعة الجزائر، ومن داخل الاستوديو الأكاديمي والباحث الجزائري الدكتور عبد اللطيف بالطيب الأستاذ بجامعة دندي بسكوتلندا. فأهلا بالضيفين وأهلا بالمشاهدين الأعزاء. بداية أبدأ معك دكتور محمد، بالأمس في الحلقة السابقة تود أن تعقب على بعض ما تفضل به الدكتور عبد اللطيف بالطيب في داخل الاستوديو، فالكلمة لك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. سادة الكرام في قناة المستقلة، السلام عليكم ورحمة الله. طبعا فلتة لسان وردت على لسان رفيقي في هذه الحلقات المباركة الأستاذ الدكتور بالطيب عبد اللطيف، وتتعلق بإشارة عابرة وهو يستعرض مكانة الأمير عبد القادر، وذكر عرضا ثورة ابنه محي الدين. والحقيقة التاريخية كما هي واردة في الوثائق وما كتب شيخ المؤرخين الجزائريين الدكتور أبو القاسم سعد الله حفظه الله، تتمثل في الدخول المفاجئ للأمير محي الدين في حدود نهاية 1868 متنكرا عن طريق تونس في الجريدة التونسي، والتحاقه بالحدود الشرقية الجزائرية. وهنالك توجه مباشرة كما تقول الرواية والوثائق إلى أولاد خليفة في منطقة الحمامات، وهي منطقة تبعد عن مدينة بسة جنوب غرب في حدود 15 كيلومتر. ثم بعد ذلك قام بزيارة مدينة خلفية للحمامات، هي مدينة الشريعة كما تذكر وثائق العصر وكما يذكر الدكتور الشيخ سعد الله. ثم بعد ذلك حاصر مدينة بسة في حدود 1869، وفجأة رفع الحصار عن مدينة بسة، وهي مدينة حدودية سيكون لها دور كبير جدا في مرحلة ما بعد ثورة السبعينية، أي ثورة المقراني وشيخ الحداد. ولما عاد متخفيا ولما عاد محي الدين متخفيا إلى بيروت، نزل بها وغضب منه الأمير عبد القادر أيما غضب، لأنه أعطى العهود لكل السادة وخاصة نابليون الثالث أن لا يشهر سيفا في وجه فرنسا. وهذا طبعا الأمير عبد القادر صاحب السيف والقلم كما تصفه الكتابات الجزائرية النزيهة، تصور أنه على الأقل إلى حد الآن قد أدى مهمته وزيادة إلى أن وصل إلى دمشق في حدود 1857. ولم يمتثل الابن محي الدين أمام الوالد إلا بعد أن تدخل أعيان بيروت وأعيان دمشق. هذه النقطة الأولى التي أردت أن أستدرك عليها زميل الفاضل الكريم عبد اللطيف. هناك نقطة أشرت إليها ربما كانت غير مبهمة في بعض الحلقات، وتتمثل في شخصية الباي حسن. والرجل الآن في ذمة الله، وهؤلاء الرجال في ذمة الله سبحانه وتعالى، ونحن كدارسين وكمؤرخين ملزمون بقول الحقيقة ولو كانت مرة. في الحقيقة ربما دون قصد أسأت إساءة إلى الأمير الحسن، حيث وصفته تحفة الزائر، وهي شهادة رائعة كانت من إملاء الأمير عبد القادر على ابنه محمد وغيره من الأبناء. فالأمير محمد يصف الأمير حسن بكلام طيب، وأما الشخصية المعاصرة
المرحلة التي وصفت باي وهران باي حسن هو حمدان بن عثمان خوجة صاحب المرآة، فقد وصف الرجل بالاعتدال ونشر العدل والسلم والأمن، وقد كان رجلا طائلا في السن لم تكن له المكانة الكافية والقدرة الكافية بعد 14 سنة من حكمه لبيلك الغرب الجزائري لمواجهة الفرنسيين. والدليل على ذلك أنه قد مد يد العون والأموال وبايع مصطفى بومزراق، ولكن كما تعلم يا سيدي العزيز وكما يعلم المستمع الكريم خاصة المستمع الجزائري الذي يحسن قراءة هذه الأخبار وبدقة متناهية، فالأمير الحسن حتى لا يظلمه التاريخ ولا أظلمه وأنا أتحدث على لسان كثير من الجزائريين، فقد أدى البيعة لمصطفى بومزراق وأرسل له الأموال الكثيرة، وقد كان بايا وواليا لا يملك ذرية وصاحب ثروة طائلة، ثم بعد ذلك استسلم للأمر الواقع وكان يعتقد أن الفرنسيين سيتركونه واليا على المنطقة. فلما طرد الأمير والقائد وبيلك المدية والتيطري بي مصطفى وطردته فرنسا خارج الوطن، نجد أن الرجل الآخر أي حسن باي قد غادر المنطقة إلى الإسكندرية وبقي وأنهى حياته الأخيرة في مكة المكرمة رحمة الله على الجميع، وغفر الله لهم فيما أساءوا إليه تجاه الرعية وتجاه الوطن. طيب. هذا بالمختصر المفيد ما أردت أن أستدرك، وأعتذر لمستمعي قناة مستقلة وللجزائريين الجزائريين خاصة، وشكر لكم الأخ يعقوب. فضل. نشكرك دكتور محمد. دكتور عبد اللطيف طبعا هو هذا سرد تاريخي لرجل عظيم قائد جزائري، يعني ليس في مجال اختلاف بينكم كجزائريين، ولكن هل تريد تعقب قبل أن نسب إلى عنوان حلقة هذا اليوم؟ لا تفضل خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الدكتور على التوضيح. معرض حديثي حول الأمير محي الدين الأمير عبد القادر، هو أردت بذلك أن أوضح أن الأمير عبد القادر كان إنسانا وطنيا مقاوما ولم يكن مستسلما لفرنسا، والدليل من الأدلة التي ذكرتها هو هذه الحادثة، وأعلم مني الدكتور أعلم مني في بهذا الموضوع، لكن شيء ثابت الذي قرأته أنه الأمير كما وضح الدكتور قد نزل إلى الجزائر وحاول أيضا أن يقوم بثورة، لكن الأمير عبد القادر حكم وفاءه بالعهود وبحكم وهذا طبعا من سلم الإسلام، وأنه يعني مثل ما والقياس بعيد، لكن مثل ما تعهد النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش عن صلح الحديبية، فإذا جاء أي مسلم من مكة فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا كان أحد المسلمين في ذلك الوقت بعد إمضاء الصحيفة أعادها النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الأمير عبد القادر يقتدي بنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. طبعا الذي أردت أن أقوله كذلك نقطة ثانية بالنسبة لأحمد باي في قسنطينة، وذكرها الدكتور في المرة الماضية، وأريد أن أضيف يعني لا أمر مرة الكرام على حول هذه النقطة حتى لا يحدث الالتباس، لأنه فيه كلام كثير حتى الدكتور يعرف ذلك. هو باختصار بس حتى نسب إلى طبعاً يعني بعض الناس يقول أن الأمير عبد القادر عمل معاهدة تافنة، على الدكتور يوضحها، عمل معاهدة تافنة، وهذا كأنه حتى يتيح الفرصة للفرنسيين للقضاء على ثورة أحمد باي في قسنطينة، يعني هذا الكلام يذكر يعني أحيانا تلميحا وأحيانا تصريحا. الحقيقة أن كما عرفنا الأمير أنه إنسان مؤمن وإنسان مسلم وإنسان عالم، يعني فلا أعتقد أنه وهو يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، فلا تغيب يعني هذه المفهومة عن الأمير عبد القادر، فهذا فقط من باب الافتراءات التي تفترى عن الأمير عبد القادر. طيب. شكرا لك دكتور عبد اللطيف. دكتور محمد الأمين، يعني طبعا أكيد هذا الرجل التاريخ العظيم الجزائري عبد القادر الجزائري، أكيد هذا الرجل معه رجال عظام جزائريين أيضا قادوا العمل النضال الطويل، برأيك من هم الذين أحاطوا بالأمير عبد القادر والذين أيضا تكلفوا بتشكيل الجهاز الإداري والحكومة والحكومي لحكومة الأمير عبد القادر الجزائري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أقول سيدي الكريم أن الأمير عبد القادر كما تصفه كثير من الكتابات وهي قضية أيضا منتشرة في أدبيات الجزائريين أو الإمام العميق، أن الأمير عبد القادر كأنه صاحب الساعة، لقد سقطت وهران وهي